السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله في احسن الاحوال. واليوم البنات غادي نمشيو نضربوا دويره في اكسيون، اللي صراحه عندهم جابوا حويجات زوينين وشي ديكورات جداد وشي حويجات صراحه جدادين. كنتمنى منكم البنات الى عجبكم هذا الفيديو اليوم توصلوا لاكبر عدد من اللايكات، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو فيما عجبكم في الواتساب انستغرام فيسبوك فيما بغيتو. ولعجبكم محتوى القناه البنات تخليوا لي لايك واشتراك وتضغطوا على زر الجرس باش توصلوا بكل جديد ان شاء الله. وهنايا البنات يلاه معايا. ما صورتش لكم بزاف لان شويه عامر، يعني ما لقيتش كيفاش ندير، ولكن صورت لكم حويجات صراحه زويونين بزاف. دابا غادي نمشيو نتغداو ومن بعد غادي نمشيو فحالنا للدار، لان دابا راه الوحده هذه ديال النهار، يعني خرجنا بكري من الدار غادي نمشيو دابا نتغداو. كيف ما قلت لكم هنا راه حلوا لي ريستورون صراحه، شحال هادي ما مشينا تغدينا في شي ريستورون. غادي نمشيو نتغداو ان شاء الله وعاد غادي نمشيو فحالنا للدار، وغادي نشارك معكم شنو خديت من اكسيون. صراحه خديت ما خديت شي حاجه كثيره ولا شي حاجه سبيسيال،
من غير واحد الحاجة اللي أنا فرحانة بها، واحد تريبي ديال اللي كنحطو فيه التليفون بالميكروفون بلا ليميير، صراحة اللي زوين بزاف، هو الوحيد اللي فرحانة بيه، ماشي الآخر عادي، ماشي شي حاجة كيف ما قلت لكم زعما سبيسيال. المهم غادي نمشيو نتغداو، ومني غادي ندخل الدار إن شاء الله غادي نشارك معكم أشنو خديت من أكسيون. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا البنات، كيف ما قلت لكم من بعد ملي مشينا تغدينا وهنايا رجعت دابا للدار، صافي حيت تبدلت عليا وارتحيت واحد شويه، ودابا غادي نوريكم شنو خديت من اكسيون. انا صراحه ما خديت شي حاجه مهمه اولا شي حاجه كثيره، من غير حاجه وحده اللي كانت عندي مهمه بزاف اللي لقيتها وعجبتني وما قدرتش الصراحه ما ناخذهاش، غادي نشاركها معكم ان شاء الله. وغادي نشارك معكم حتى واحد الماسك البنات اللي خطير خطير وزوين بزاف، ديال الماسك ديال الرجلين اللي صراحه غزال بزاف. مهم خليكم معايا. اول حاجه البنات في هاد المشتريات خديت هاد الكاسك هذا ديال التلفازه اللي كيخدم بالبلوتوث، انا عندي واحد اخر اللي كيكون برونشي ديما في البريز حتى هويا، ولكن كيخدم حتى هو صراحه بلا خيط بلا والو، ولكن كيبقى دائما كيتشارجا. هذا لا، هذا كتشارجيه وكتحيديه، الاخر عندي انا ديما مبرونشي في التلفازه، يعني ديما خصو يبقى في الشارج حتى كتبغي كيبغي يستعملوه هكا راجلي مع التلفازه وكيديرو. مهم خديت هذا كيخدم غير بالبلوتوث وكيتشارجا حتى هو بالضو. وهنايا خديت هنايا جوج فوطات، صراحه فايت لي خديت انا الفوطات ديال اكسيون، ما عمرني صراحه ما خديت من عندهم مره واحده، وهذه ثاني مره، يعني خديت من عندهم واحد المره صراحه عندهم الفوطات غزالين، دوك الفوطات الاولين اللي كنت خديت انا خديتهم كبارين وصراحه زوينين بزاف، يعني كاليتي ديالهم زوينه بزاف. هنايا خديت جوج، يعني جوج في الجري في نفس اللون. وخديت هنايا هاد البلاستيك ديال الكونجيلاسيون اللي كنديرو فيهم اللحام ولا كفته ولا خضره ولا اي حاجه غندخلها للكونجيناتور. انا خديت هنايا كبيره وخديت صغيره، انا بصراحه ديما كناخذ منهم بزاف، انا باقي عندي على هادشي علاش خديت غير وحده كبيره وحده صغيره، لان باقي عندي انا هادو معمرهم كيخطاوني من الدار، دائما كنجيبهم معايا من اكسيون، واخا كيبقاو عندي بزايد ماشي مشكل، يعني كنحتاجهم بزاف بالنسبه للثلاجه ولا الكونجيناتور. وخديت هاد لي بغوشات هادو ديال البغوشات، هاد العويدات ديال البغوشات اللي كنديروا فيهم هكايا القطبان، هاد الشكل هذا. وهنايا خديت تقيشرات، هادو ليا، وهادو خديتهم لولدي، صراحه زوينين هادو بزاف، لا كاليتي ديالهم زوينين وفيهم بزاف، يعني رخاصين، يعني ما هادو خديتهم تقريبا بجوج اورو وعشرين، هادو بالنسبه ديال الدراري الصغار، وهادو اورو وشي حاجه، يعني ما وصلش جوج اورو. هادو زوينين، هادو فايت لي انايا كنشري صراحه تقاشر من اكسيون كيصدقوا زوينين. وهنايا خديت ما نسيتش الفريخات، كيجيو عندي الشرجم كنحط ليهم الماكله ديالهم في الشرجم وكيجيو كياكلوا هكايا الماكله ديالهم. انا خديت من هذه، ها همايا، يعني هذه كنعلق جوج هكا في الشرجم، وكيجيو كيجيو يعني النهار كامل كيجيو كيوقفوا لي في الشرجم كياكلوا، ملي كيتسالاو كنولي ندير لهم جوج وحدين اخرين. وهنايا خديت هادو، خديت هاد الباسما تاني من اكسيون، صراحه رخاصين بزاف اكسيون، رخاصين بزاف على الفارماسي ولا على شي مغازان وحده اخرى. ها نتوما خديت يعني جوج بواطات، خديت لي زيكوتور البنات ما نقولش لكم، انا بعدا ما كيصدقوش ليا، واخا كناخذهم دوريجين ما كيصدقوش ليا، الا وريتكم شحال عندي ديال لي زيكوتور خاسرين ما غتصدقوش، قسما بالله ما كيصدقوا لي، ما عرفتش علاش، صافي اضطريت وليت ما يمكنليش كنشريهم غاليين وما كيصدقوش ليا. دابا شنو كنديروا، وليت كناخذهم من اكسيون كيدوزوا واحد المده ديالهم حتى يتخسروا، كنولي ناخذ وحدين اخرين عاود من اكسيون، لان رخاص بزاف،
انا صراحه كناخذهم دوريجين من يعني من بوتيك منين خديت التليفون ديالي، ولكن هكاك ما كيصدقوش ليا. هكا اضطريت وليت كناخذهم من اكسيون، لان ما كاينلاش نشري لي زيكوتور غاليين وغادي نخسرو. كناخذهم من اكسيون هكا بعدا، واخا حتى خسرو نعاود نشريهم وكيكونوا غير خاص، يعني اورو 20 ولا اورو واورو 50 سنتيم، يعني ماشي ما غاليينش بزاف. وخديت عاود هاد الشيتات هادو البنات ديال سنان، هادو اللي زوينين، راه فيهم 40 بياسة. هانتوما صراحة زوينين هادو بزاف، انا كنصحني بهم حتى الدونتيست، وكنت شريتهم من الفرماسيان، وصراحة تقريبا الفرماسيان دايرين شي 15 اورو، يعني عرفتي شحال ديال الفرق بينهم وبين اكسيون، كيبان لي نفس الكاليتي. يعني هنايا هادي خديتها باورو، فيها 40 بياسة وخديتها في باورو واحد، وفي الفرماسيان دايرين تقريبا 15 اورو. يعني قلت انا الا كانوا نفس الكاليتي علاش غادي ناخذهم من الفرماسيان وبثمن طالع؟ خديتهم هكا من اكسيون وغادي نجربهم ونشوف واش نفس الكاليتي او لا. لا انا كيبان لي راه نفس الكاليتي، يعني نفس الحجم ديال شيتات الفرماسيان، قلت غادي ناخذهم من اكسيون ونجربهم ونشوف. صافي خديت هادو، هنا خديت ستيلوات لولدي، لان ولدي ما نقولكمش عليه على ستيلوات، يعني كل نهار خاصو ستيلو هو على حسب المدرسه. وهذه يا البنات خديت هاد التريبي، هادي ها هي صراحه زوينه بزاف البنات، هادي ديال التليفون، ها نتوما كيفاش كتجي غزاله يا البنات، غزاله بزاف. ها نتوما هكا كتجي بحال هكا، وهنايا كنحلو هادو، ها همايا هنا في كندخلو التليفون، يعني كتجبدي هكا باش كتحطي التليفون، ويمكن لك حتى تكبريها بحال هكايا. وهنايا راه عندها التليكوموند ديالها البنات، يعني حتى لما قدرتوش، يعني كنتو كديرو هكا سيلفي اولا فيديو بحال هكا وما بغيتيش تمشي عاد تحبسي التليفون بيدك، ها هي فيها التليكوموند، يعني كتخدم هكايا بالبلوتوث. غادي نحيدها، راه كتزلق، يعني عندي يدي كتزلق. ها نتوما كنحيدها، ها نتوما غادي نشعلها، غادي تشوفوها كتسني هكا بالزرق، ها نتوما ها هي كتبقى تسني بالزرق، يعني كتخدموا غير البلوتوث في التليفون ديالكم اللي كتكونوا كديروا هكا سيلفي ولا دايرين شي فيديو، كتضغطوا على هذه صافي راه كيحبس التليفون. وهنايا البنات هذا الماسك هذا هو اللي بغيت نقول لكم عليه، هذا راه خطير البنات بزاف الرجلين، صراحه غزال بزاف. انا هذا ديما كناخذه من اكسيون، ما يمكنش نهار نمشي لاكسيون وما غاديش ناخذه، يعني ديما كناخذ لان ما كنلقاش، كناخذ صراحه شحال ما لقيت، شحال ما قديت جوج ثلاثه اربعه، يعني كناخذهم وكنصيفطهم حتى لمالين الدار في المغرب وجربوا وعجبهم صراحه. انا هذا ديما كنستعمله، يعني كيحيد لكم البنات لا بومور من الرجلين، يعني ديك الجلده اللي كتكون عندنا ميته هنايا لتحت في الرجلين كتحيد، يعني كتلبسيهم وما راه دايرين فحال تقاشر. غادي نحلهم باش تشوفوا معايا، يعني ها نتوما راه كتلبسي كتحليها كتلبسيهم بحال تقاشر، وكتلبسي عليهم تقاشر وكتخليهم واحد جوج سوايع في رجليك صافي. ولكن ما ننصحش بهم المراه الحامله، هنا راه مكتوب المعلومات، المراه اللي حامله ما ننصحهاش، ما يمكنش ديرهم صافي. كتلبسي عليهم تقاشر وكتمشي تشقاي تقدي شغلك، حتى كدوز جوج سوايع كتشدي واحد البانيو كديري فيه الماء دافي وواحد شويه ديال الجيل دوش صافي، كتفزقي رجلك في المدافي كتبقاي هكا تبعي 3 ايام 3 ايام وانت كتفزقي رجلك في المدافي، حتى كتشوفي ديك الجلده تقشرات من التحت، كتبقى طير غير بوحدها. صراحه خطير هذا الماسك، من بعد مني كطير البنات الجلده الميته اللي عندنا في الرجلين، كنبقاو ندهنوا هذا الكريم، هذا الكريم مره كنبقاو ندهنوا هكا رجلينا، وصراحه ديك الجلده كامله اللي كتكون ميته عندنا في تحت الرجلين كتحيد صافي. مره كنبقاو ندهنوا بهذا الكريم هذا، حتى هو راه هانتوما كيف ما كتشوفوا راه خاص ب يعني بنفس لا مارك. هانتوما هادو راه ننصح انا بعدا ننصحكم بها البنات، هذا الماسك هذا راه خطير خطير بزاف الرجلين.
واخر حاجه خديتها كيف ما قلت لكم اللي عندي مهمه بزاف البنات. ها نتوما شوفوا معايا، خديت هاد تريبي هذا، كتجيب بلا ليميير هنايا بالضوب هنا في كتحطي التليفون وهنا الميكروفون. غادي نحلها قدامكم، انا راني مازال ما حليتهاش، غادي نحلها. هذه اللي عجبتني انا بزاف، غادي نحلها نشوف هكا كيفاش دايره من الداخل. هنايا البنات انا غادي نركبها وغادي نوريكم الشكل ديالها كيفاش كيجي. نتوما البنات كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما ركبتها كتجي بهذا الشكل هذا. هانتوما ها هي، انا راه شعلت فيها، شعلت لها الضو، صراحه زوينه يا البنات بزاف. هانتوما غادي نوقفها باش بالكم مزيان. هنايا البنات كنديروا التليفون ديالنا، هانتوما راه كيبقى هكا، تقدروا تحكموا فيه كيما بغيتوا، حتى الضو تقدروا تحكموا فيه كيف ما بغيتوا. هنا الضو راه كيتبدل ليه اللون، ولا تزيدوا ولا تنقصوا. غادي هانتوما غادي نطفيها وغادي نعاود نشعلها. هنا غادي تشوفوا اللون كيتبدل، هانتوما هذا الابيض صفر، هانتوما شتو الالوان كيفاش كيبقى يتبدل، صراحه غزاله غزاله بزاف. وهنايا في كنديروا لكن هكا الصوت ديال التليفون ملي كنكونوا كنصوروا شي فيديو وكيكون الصوت عندنا ناقص ديال التليفون كنبقاو ديال الكاميرا، كنديروا هنايا واحد الميكروفون اللي كي راه غادي نشاركوا معكم ان شاء الله، حتى انا راني باغيه ناخذه، غادي ناخذه ان شاء الله وغادي نشاركوا معكم. هنايا كنديروا هنا كنحطوا الميكروفون، وهنايا التليفون كنديروا التليفون، وهنايا الضو. الضو كيف ما قلت لكم راه كنتحكموا فيه كيف ما بغينا، ندوروه كيف ما بغينا. ها نتوما حتى صراحه راه ها تقدروا تدوروها كيف ما عجبكم. عندها هاد هنايا هادي راه كتبقى الدور كيف ما قلت لكم، راه فيها واحد البيه هنا لداخل كتبقى الدور، تحكموا فيها كيف ما بغيتوا بهذا الشكل هذا. هنايا البنات وصلنا لنهايه الفيديو، من بعد ما وريتكم مشتريات اللي شريت من اكسيون، واخا ما شريتش صراحه شي حاجه، ولكن هكا قلت علاش لا ما نشاركش معكم شنو خديت. وصلنا لنهايه الفيديو، كنقول لكم شكرا لكم بزاف البنات على التتبع ديالكم، وما تنساوش تشتركوا في القناه وتضغطوا على زر الجرس باش توصلوا بكل جديد ان شاء الله. والى عجبكم محتوى هذه القناه كنتمنى منكم البنات تبارطاجيو الفيديو مع العائله ديالكم ومع صحابكم فيما بغيتوا، في الواتساب، في انستغرام، فيسبوك، فيما عجبكم. وكنقول لكم شكرا لكم بزاف على التتبع ديالكم، وما تنساونيش البنات ملي لايك وبتعاليقكم زوينه. وهنا كنقول لكم السلام عليكم ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.